السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نستكمل مع بعض شرح منهج بريدج تو سكسس للصف الثالث جريد 3 يونت 1 وليسن 10. هنشوف الفوكابلري الجديد او المفردات الجديدة. هير براش اللي هي اللي بنستخدمها للفرشاة للشعر. سكيبين روب اللي هو الحبل اللي بنستخدمه للنط، نط الحبل اسمه سكيبين روب. لانش بوكس، كلنا طبعا عارفين لانش بوكس اللي بناخده معانا في المدرسة، ده هو صندوق الطعام بتاع الغداء. وشو يعني حذاء. هير براش، سكيبين روب، لانش بوكس، شو. بعدين معانا كاميرا، عارفين كاميرا. جامبر اللي هو الشيء اللي هو الصوف اللي بنلبسه في الشتاء. Pencil يعني قلم رصاص. Jacket طبعا عارفين جاكيت. Book Sock نقولهم مرة تاني. Camera Jumper Pencil Jacket Book Sock. This is Jill's Backpack. دي شنطة جيل، واتفقنا ان احنا بنحط أبوستروف اس للملكية عشان نقول انها شنطة جيل. What has she got in it؟ يعني ماذا لديها فيها أو داخل الشنطة. Has got، كلمة has got يعني لديه. طيب she's got a pink hairbrush. هنا she's got اختصار ل she has got. عشان نختصر الكلام ونتكلم بسرعة بنستخدم الاختصارات، فشيلنا كلمة has وعوضنا عنها بأبوستروف اس. She's got يعني she has got a pink hair brush. Pink طبعا اللي هو اللون الورد. This is Nick's backpack. طبعا اتفقنا الأبوستروف اس عشان نقول ان هي ملكية لنيكس او نيك. Nick's backpack. What has he got in it؟ يعني ماذا لديه داخله. He's got two white socks. المقصود بها he has got، بس اختصرناها عشان نتكلم بسرعة. طيب هنشوف مع بعض اللونج فورم للكلام والشورت فورم. اللونج فورم اللي هو الكلام كامل، والشورت فورم اللي هو اختصار للكلام. I have got هنختصرها ب I've got you have got you've got. طبعا I have got يعني أنا لدي، you have got أنت لديك، we have got هنقول we've got they have got they've got he has got he's got she has got she's got it has got it's got. إذا ننتبه مش كل حاجة هكون it is got، ممكن نقول it has got. فهذه اختصارات بنستخدمها لتصريح عملية الكلام ويعني نخلي الكلام أسرع. She's got she has got. She's got ساوي he's got he has got. Activity book page number 15 نفتح مع بعض. What is in the backpack يعني ماذا يوجد داخل الشنطة. Lucy's backpack. She has got هنا داخل الشنطة احنا شايفين انه she has got كان شفناها ان هي pink hairbrush. ممكن نقول a shoe، ممكن نقول comma a shoe a jumper and هي الصورة مش واضحة قوي، فخلينا نتكلم عن الواضحين. هنقول she has got a hairbrush pink hairbrush a jumper and a shoe، ده الواضح تمام. Jack's backpack. What has Jack got in his backpack؟ has got أو نقول he's got. هنشوف مع الأشياء معاه، مثلا هي و a ruler I think، على حسب الموجود في الصورة لأن الصورة مش واضحة عندي. تمام. Challenge. What have you got in your backpack؟ have you got any box in your backpack؟ طبعا كل طرف هيتكلم عن الأشياء اللي داخل الشنطة بتاعته. ده تشالنج يعني تحدي أو
كنوع من المنافسة بين الأطفال، إن كل واحد يعبر عن الشيء اللي عارفه. بكده نكون وصلنا لنهاية الدرس، بسيب لكم إن شاء الله اللينك بتاع التدريب ده وتدربوا عليه أونلاين. كان معكم مصطفى عادل، شكرا جزيلا لاستماعكم.